يقول السائل: إذا مكث المسافر في مكان أكثر من 3 أيام فهل له أن يقصر وأن يجمع بين الصلوات؟ إذا كان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر، ما إذا كان ما يدري يقيم لحاجة متى انقضت يمشي ولا يدري متى تنقضي، هذا يقصر ما يخالف لأنه ما زال مسافر، أو نوى إقامة 4 أيام فأقل هذا يقصر أيضا. نعم.